السلام عليكم حبيبات ديالي، نختار عليكم بيتزا ولي بالكفتة، رائعة جدا وسهلة التحضير. نحتاج في المكونات على بركة الله 500 غرام من الدقيق الأبيض مع القليل من الزعتر المجفف، ملعقة صغيرة ونصف من الملح، ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وتقريبا 300 غرام من الماء، تتبقى على حسب نوعية الدقيق واش كيتشرب او لا. البول البيتخا، نضع الدقيق والزعتر المجفف، ثم نضيف له الملح، نضيف ملعقة كبيرة من خميرة حبيبات، خميرة الخبز بطبيعة الحال، ثم زيت الزيتون، ونضيف الماء بالتدريج حتى نحصلوا على عجينة متجانسة وما كتلصقش في الباغوا ديال البول ديال الروبو، لان دائما كيف ما قلت نوعية الدقيق كتختلف، كاين الدقيق اللي كيتشرب الماء وكاين الدقيق اللي لا، يعني ديما ردوا بالنا. بعد ما تعجنات لنا العجينة غادي نغطيو عليها ونخليوها ترتاح حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد ذلك تنبسطوها في بلون دو طرافاي يكون مرشوش بالدقيق، ونبسطوها على شكل مستطيل كيف ما تتبان امامكم. غنحتاجو صلصه طماطم، سبق عملناها مع بعضياتنا صلصه خاصه بالبيتزا، وكذلك متعدده الاستعمال، استعملوها في ليبات، في الشوربات، في السمك. غنوضع لكم رابط تحضيرها اسفل الفيديو. نحطو الصلصه فوق الوجه ديال العجينه، ثم بعد ذلك نوضعوا البصل مقطع قطع صغيره. وبالنسبه للحشوه تتبقى اختياريه، بالنسبه لي عملت الكفته، يمكن السيده تعمل الطونه، كروفيت، سمك ابيض، يمكن لها تعمل الدجاج، تبقى على حسب الرغبه الحشو. وبالنسبه للكفته عملت لها معلقه كبيره من عطريه الكفته وشحرتها في القليل من زيت الزيتون. ان شاء الله نوضع لكم طريقتي في تحضير توابل الكفته في المنزل اسفل الفيديو، ونحاولوا نبسطوا الكفته كذلك فوق الوجه ديال البيتزا. يمكن السيده تضيف شامبينيون، تضيف الخضار اللي حبات وتيبغي وليداتها. بالنسبه لي غنعمل الايمونتال، يمكن كذلك السيده تعمل اي جبنه كتفضل، ونخليو القليل من الجبنه لتزيين الوجه ملي نقربو ندخلوها للفوق. غنحاولوا نلفو العجينه على شكل بوده بحال اللي تنعملوا في الشناك، نحاولوا نلفوها على نفسها. حتى كنحصلوا على بودان كبيبر تنحاولوا نجمعوه بشكل جيد باش ما تفتحش لينا العجينه ملي تبدا تطيب. لقد
هاي يس اوكم ومن بعد ذلك تنقطعوها بسكين يكون حاد على هاد الشكل حتى كنحصلوا على دوائر دقاش على شكل شناك لوجي 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 دلو دو دو بيزو تنبقاو هكذا حتى كنكملوا كامل العجين اللي عندنا بعد ما كنبسطوا كل القطع تندخلوها للفرن حتى كطيب تجي رائعه جدا كنتمنى تنال اعجابكم وصفه اليوم ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك باش توصلوا بجديدي يوميا اللي عنده اي سؤال اي استفسار مرحبا بي على الراس والعين تدعوا لي اسفل الفيديو وان شاء الله نجاوبها عليه شكرا حبيباتي للمشاهده